بيتكلم على صيغة المستقبل فيوتشر فورمز. الفيوتشر بيرفكت بيتكون من ويل وهاف والبي بي التوصيف ثلاثة الفعل. الكلمات الدالة كلو ووردز بتيجي مع كلمة باي وبيفور زي باي ناو قبل الآن، بيفور ناو نفس المعنى، باي 2040 قبل 2040 مثلا، وين افتر ان 5 ييرز تايم في خلال 5 سنين، باي نيكست ويك قبل الاسبوع الجاي، باي ذا اند اوف قبل نهايه، باي ذا تايم وبيفور، واخر مجموعه ذيس تايم نيكست ويك هذا الوقت الاسبوع الجاي او نيكست يير السنه الجايه، باي ذا تايم هي از 40 قبل ما يكون عنده 40 سنه مثلا، باي 6 كلوك تومورو قبل الساعه 6 غدا، تيل وانتيل. اهم حاجه في الزمن هي دي اليوسج الاستخدام. اسمه غريب جدا، مستقبل تام. ازاي مستقبل وازاي تام؟ هو اصلا جه عشان يتم وليه سموه كده؟ هنشوف مع بعض. هو الفكره بتاعته الاولى مهمه جدا، بيدل على حدث سوف يكون قد انتهى قبل وقت معين في المستقبل. completed before a specific point in the future. يعني مثلا قبل ما نوصل للساعه 7 بكره هيكون خلصت وتميت الواجب بتاعي، يبقى سموه مستقبل عشان لسه بكره. طب ليه سموه تام؟ عشان قبل ما نتم الساعه 7 هيكون تمينا الحاجه دي. المثال ده I will have finished my homework by 7 o'clock this evening، يعني انا هيكون خلصت الواجب بتاعي قبل ما نوصل للساعه 7 هذا المساء. This time next year we will have built our new house، معناها في خلال السنة الجاية هيكون خلصنا بناء منزلنا الجديد، يعني قبل ما نوصل للسنة الجاية هيكون احنا خلصنا المنزل الجديد. الفكرة الثانية ان حدث سوف يكون قد انتهى قبل حدوث حدث اخر في المستقبل. يعني before her father arrives home she will have finished her homework، قبل ما ولدها يوصل للمنزل هي هيكون خلصت خلاص الواجب بتاعها. يعني هيكون خلصت الواجب قبل ما ولدها يوصل، حدث تم اللي خلصت الواجب قبل حدث اخر قبل ما ولدها يوصل. مثال تاني جميل قوي By the time the exam begins I'll have forgotten everything، يعني انا هيكون نسيت كل حاجه قبل ما الامتحان يبدا. النيجاتيف طبعا سهل، بحط not بعد كلمه will. طبعا السؤال بحط will والفاعل وهاف والتصريف التالت، او اداه استفهام will والفاعل وهاف والتصريف التالت وباقي السؤال. المستقبل التام المجهول بيتكون من ويل وهاف وبين او اسمها بين والتصريف الثالث. English will have been studied by 5 o'clock next Friday. الانجليزي سوف يكون قد ذكر قبل الساعة 5 الجمعة الجاية. في بعض النقاط المهمة by the time before after as soon as when كده من بعدهم مضارع بسيط او مضارع تام، والجملة الثانية مستقبل تام دايما. When my father returns home I'll have finished my homework، لما والدي يرجع للمنزل اكون انا خلصت. When مضارع بسيط مستقبل تام. بين الجملتين طبعا بنعكس، قبلهم مستقبل تام وبعدهم مضارع بسيط او مضارع تام. لاحظ التريكة دي او الفكرة دي By 2030 half of the world population will be speaking English. قبل 2030 نص سكان العالم هيكون بيتكلموا انجليزي. مفروض هنا ناخد المستقبل التام قبل 2030 اكون الحاجه دي خلصت، لكن هنا خدنا المستقبل البسيط او المستقبل المستمر. ليه؟ يعني ايه؟ يعني قبل 2030 نص سكان العالم هيكون بيتكلموا انجليزي. طب اول ما تيجي 2030 هيبطلوا؟ لا طبعا، الحدث ده هيكون مستمر ومتواصل، عشان كده خدنا مستقبل بسيط ومستقبل مستمر. لاحظوا الجملة الثانية By 2030 half of our desert land will have been changed into green land. قبل 2030 نص الصحراء بتاعتنا هيكون اتحولت الأرض خضراء. هنا استخدمنا المستقبل التام. يعني يعني قبل ما تيجي 2030 هكون خلصنا نص الصحراء بتاعتنا، احنا حولناها إلى أرض خضراء. ده حدث غير مستمر ومنتهي. وفي أفعال تعبر عن المستقبل عند استخدامها في المضارع زي want, need, expect, hope, predict, wish. بيجي بعدها to have والتصريف الثالث. المجهول بتاعها بحط بعدها to have been والتصريف الثالث. لو خدنا الامثله دي By 2030 we expect to have built flats for all people in Egypt. يعني قبل 2030 متوقع ان احنا نكون بنينا
شقق لكل الناس في مصر. لاحظوا كده اكسبكت تو هاف والتصريف التالت، يعني اكسبكت هنا وتو حلت محل كلمه ويل. باي 2030 فلاتس فور اول بيبل ان ايجيبت ار اكسبكتد تو هاف بين بيلت. الجمله دي نفس الجمله بس مجهول، فبستخدم اكسبكتد تو هاف بين بيلت. ايه الزمن التاني؟ المستقبل المستمر فيوتشر كونتينوس بيكون من ويل او شال وبيقول فعل في ان جي، بيجي مع كلمات زي فروم تو between and at مثلا 7 o'clock tomorrow evening this time tomorrow. بيسموه مستقبل مستمر future continuous لانه بيعبر عن حدث سوف يكون مستمر في وقت محدد في المستقبل. يعني ايه؟ لو خدنا الامثله دي between 3 and 5 p.m. next Friday I will be watching the match. يعني الجمعه الجايه من الساعه 3 للساعه 5 انا هيكون في التوقيت ده اتفرج على الماتش. طب ليه سموه مستقبل؟ عشان الجمعة الجاية إن شاء الله. طب ليه سموه مستمر؟ عشان في التوقيت ده من الساعة 3 للساعة 5 هيكون أنا بتفرج على الماتش. At 5 o'clock tomorrow evening I will be studying English. الساعة 5 بكرة مساء هيكون أنا بذاكر إنجليزي. ليه سموه مستقبل؟ عشان لسه بكرة مساء. طب ليه سموه مستمر؟ الساعة 5 لو أنت جيت لي في التوقيت ده هتقولي أنا بذاكر إنجليزي إن شاء الله. المجهول بتاعه مش مشهور قوي، ما بيجيش كتير في الامتحان، وبحط ويل بي بينج والتصريف الثالث. بريزنت سمبل المضارع البسيط برضه بيعبر عن المستقبل خاصة في تايم تيبلز جدول مواعيد، بيجي مع الثمان افعال دول دايما. ستارت يعني يبدا، فينش يعني ينهي، مهمين قوي. ارايف يعني يصل، ليف يعني يغادر، لاند يعني تهبط الطائرة، تيك اوف يعني تقلع، اوبن يعني يفتح، كلوز يعني يقفل، دايما مع الثمان افعال دول. لأنه بيتكلم على البداية أو النهاية. My plane leaves at 7:30 tomorrow. الطيارة بتاعته هتقوم أو هتغادر الساعة 7:30 غدا. خدنا المضارع البسيط لأن ده يعتبر جدول مواعيد، الساعة 7:30. The film starts at 6 tonight. الفيلم سوف يبدأ الساعة 6 النهاردة بالليل أو مساء. المفروض tonight أتكلم عن الفيوتشر. خدنا هنا starts مضارع بسيط عشان ده يعتبر جدول مواعيد. المجهول طبعا am is are will be التوصيف الثالث الفعل. The match is played. المباراة تلعب. ويل امتى بيستخدم ويل؟ اول حاجه بتعبر عن حقيقه في المستقبل future facts. مونا ويل بي 40 years old next year. يعني مونا هيكون عندي 40 سنه السنه الجايه. بيدل برضو على تنبؤ بدون دليل prediction without evidence او اعتقاد او راي. It will rain tomorrow. شكلها كده هتنطر غدا من غير دليل ولا اي حاجه، ده رايي انا، يبقى استخدم ويل. بتدل على قرار سريع quick decision. The phone is ringing. I will answer it. التليفون بيرن هرد عليه. Offer help بعرض المساعدة. The that bag looks heavy. I'll help use it. الشنطة دي تقيلة هساعدك في شيلها. وبرضه بتدل على طلب المساعدة. Ask for help أو request. Will you carry the bag for me؟ ممكن تشيل الشنطة ليا؟ Threat التهديد. زي I will resign if I don't get a pay rise. أنا هستقيل لو أنتوا ما رفعتوش المرتب بتاعي. Promise الوعد. I promise I will buy you a mobile if you succeed. أنا بوعدك هجيب لك موبايل لو أنت نجحت. Warning التحذير. Be careful when you use the knife or you will hurt yourself. يعني خلي بالك وأنت بتستخدم السكينة دي ممكن تجرح نفسك. ودايما التحذير بيكون in general بصفة عامة. Expect, think, hope, believe, promise, know, wonder, predict, suppose, feel sure, I'm sure, I'm afraid. Perhaps, probably, certainly, possibly. الكلمات دي كلها بيجي بعدها will. زي I hope I will see him next week. عشان في hope خدنا will والمصدر. I think he will succeed. Think فخدنا will. إلا إذا في دليل. وفي دليل بستخدم جونجيتو. الشلة دي والمجموعة ديت if, when, as soon as, after, before, till, until. ده من بعدهم. دي اسمها رابط زمنية، بعدهم دايما مضارع بسيط أو مضارع تام. الجملة التانية ولزاد المصدر. After he watches TV he will go to bed. أو after he has watched TV he will go to bed. المجهول will be التصريف التالت. I think the match will be played. أعتقد الماتش سوف يلعب. Am is are going to بعد المصدر معناها سوف. بنستخدمها إمتى؟ رقم واحد لما يكون في خطط ونوايا وقرارات في المستقبل. Plans, intentions أو future decisions. تيجي مع الكلمات دي plan a plan اللي هي خطط وخطة. Intend to intention ينوي ونية. Decide decision يقرر وقرار. Made up mind معناها يفكر ويقرر.
علي is going to be an engineer he has planned. يعني علي سوف يكون لو مهندس هو خطط لكده. I'm going to save a lot of money to buy a new car. This is my plan. أنا سوف أحوش فلوس كتيرة عشان إن أنا أشتري عربية. ده الخطة بتاعتي. Going to بتدل على تنبؤ بس بدليل قائم على واقع. Predictions with evidence are present reality. It is cloudy. It's going to rain. يعني هنا في سحب كتير قوي شكلها كده هتنطر. في دليل هنا في سحب كتيرة يبقى شكلها هتنطر. الحاجة التالتة بتدل على warning التحذير. بس هنا going to بتدل على an action is about to happen. حدث على وشك الوقوع هيحصل قدام. Be careful. You are going to spill your coffee. خلي بالك القهوة بتاعتك هتقع. هتقع دلوقتي. حاجة قربت تحدث. Take care. The laptop is going to fall. خلي بالك ده اللابتوب هيقع. دي معناها ان حاجة بتحصل قدامي دلوقتي. المجهول بتاع going to بحط am is or going to be والتصريف التالت. The match is going to be played. مباراة سوف تلعب. المضارع المستمر بيدل على حدث تم الترتيب له بالفعل في المستقبل. بتيجي دايما مع كلمات arranged, prepared, booked, packed, travel يسافر, fly يسافر هنا يطير بس ما يسافر, meet, marry, visit, made arrangements. اي حاجه بتدل ان انت مرتب الحاجه دي. خدنا امثله. حسن is visiting his uncle has arranged. حسن هيزور عمه ده هو مرتب لكده. طب الجمله الثانيه I'm having dinner with Mona. I have booked a table. ده أنا هتناول الدينر اللي هو العشاء مع منى. ده أنا حجزت ترابيزة. أنا أصلا حجزت مش ناوي. ده أنا حجزت خلاص. علي is traveling to Alexandria tomorrow. He has got his ticket. يعني علي هيسافر لإسكندرية غدا تذكرة معاه. التذكرة أصلا مش ناوي. ده هو أصلا مجهز وكل حاجة معاه. فبستخدم مضارع مستمر. تاني الفرق بين going to والمصدر ومضارع مستمر. going to أنا ناوي ابن حلال بس ناوي أعمل حاجة دي لكن ما خدتش إجراءات لسه. المضارع المستمر ده أنا أصلا خدت الإجراءات دي رتبت للمستقبل حجزت تذكرة عملت حساب فلوس حجزت المكان اللي هقعد فيه هناك إلى آخره. النقطة التانية مهمة أوي. لو قلت عدم مقدرة فعل شيء في المستقبل نتيجة الترتيب لفعل حدث آخر فبستخدم المضارع المستمر. يعني لو خدنا المثال ده I can't meet you tomorrow as I'm doing the shopping. يعني أنا بكرة مش هقدر أقابلك زي كل مرة. ليه؟ يبقى أنا مرتب لحاجة. As I'm doing the shopping أنا هكون مرتب لحاجة دي لأن أنا رحت أسوق أشتري حاجة. I can't see you tomorrow. We are visiting relatives. بكرة مش هقدر إن أنا أشوفك زي ما كل مرة بنشوف بعض. ليه؟ عشان أنا مرتب إن أنا أزور الأقارب. يبقى دايما اقول لك اي كانت سي ما اقدرش اشوفك ما اقدرش اقابلك اكلمك اذاكر معاك. اذا بستخدم دايما مضارع مستمر. وعلى فكره ممكن ينفع مستقبل مستمر على اساس انت في التوقيت ده يكون مستمر. يعني ممكن مثال اول اقول كده اي كانت ميت يو تومورو از اي ويل بي دوينج ذا شوبينج. انا في التوقيت ده هكون متسوق. فتنفع نستخدم هنا المضارع المستمر او المستقبل المستمر الاثنين صح. ليه الاثنين صح؟ على اساس المضارع المستمر ده انا حاجه ان انا مرتب ليها. طب المستقبل المستمر على اساس ان حاجه يكون في التوقيت ده مستمر في الحاجه دي. المجهول بتاع المضارع المستمر ام ويز اور بينج والتصريف التالت ذا ماتش از بينج بلاي. ده مباراه تلعب الان. يعني دي برضو بعض الاسئله على الفيوتشر فورمز اشكال المستقبل. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا اشتراك في القناه سبسكرايب وتعملوا لايك وشير عشان اكبر عدد يستفاد منه. وشكرا لكم والسلام عليكم.